السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس علي ناصر. النهاردة درسنا هيكون عن الكتابة باللغة العربية داخل برنامج سوليد ووركس. هنفتح برنامج سوليد ووركس، نختار نيو، نرسم بارت عادي على أي بلين وليكن الفرونت، واختار تكست. تمام، ولو جيت كتبت هنا أي حاجة باللغة العربية هتلاقي ظهرت بالمنظر ده. والسبب في كده ان البرنامج سوليدوركس لسه ما بيدعمش اللغة العربية حتى الآن، فاحنا بنعمل حيلة اللي احنا بنستخدم برنامج اسمه الوسيط. البرنامج ده هتلاقيه على الجروب عندنا في الملفات او جروب فايلز. هنفتح البرنامج بتاع الوسيط ونختار نوع الخطوط، النوع التاني دوت. تمام، هعمل سيلكت اول واكتب وليكن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخدها كوبي من الشاشة الزرقاء ديت، اخش على البرنامج، هدوس كنترول في، هتظهر بالمنظر ده. لسه برضو ما تحولش اللغة العربية. هختار use document font واكتب هنا W2 واختار اول خط عربي، اكبر بس الحجم شوية وليكن 48. تمام كده تحول للغة العربية، شيل النقطتين دول. هنعمل كليك يمين ونعمل ديسولف تكست، ديسولف سكتش تكست. تمام، ونمسح النقطتين دول. تمام، الخطوة اللي بعد كده بعد ما خلاص رسمنا السكتش او كتبنا السكتش باللغة العربية، ممكن نعمل اكسترود للكلمة ديت. هختار السكتش وهبدأ اختار كونتور كونتور المنظر ده. وبكده قدرنا نحول السكتش او التكست لاكسترود بارت، وعرفنا ازاي نكتب باللغة العربية. ودرسنا كده انتهى، وبإذن الله نتقابل في دروس اخرى. كان معاكم مهندس علي النصر.